هل هذه المقالة قول لأهل السنة أن كل عمل أو كل قول يكفر به صاحبه لم يكفر به إلا لأنه يدل على كفر الباطن؟ هذا من جيب اللي قالوا أهل السنة والجماعة. ما قالوا يحكمون بالكفر على الظاهر، حنا ما لنا إلا الظاهر. فمن أشرك بالله قولا أو فعلا ظاهرا، ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو سجد لغير الله، حكمنا عليه بالكفر بأعماله، أو تكلم بكلام الكفر نحكم عليه بالكفر بأعماله، ليس لنا إلا الظاهر. كما أن من أسلم وتظاهر بالإسلام نحكم له بالإسلام على الظاهر، فنحن ما نحكم إلا على الظواهر. نعم.